السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بزاف الناس كيدعيوا رؤية أشكال حيوانات في السحاب أو وجه شخص على سطح القمر أو أشكال مألوفة في فنجان القهوة، وأكثر أشكال شهرة هي رؤية لفظ الله عز وجل على أغصان الأشجار وغيرها من الظواهر. وكيرجع سبب هذا الرؤية الغير طبيعية للدماغ ديالنا اللي كيحاول إيجاد الأنماط المألوفة في المعطيات العشوائية والمبهمة. وهذه الظاهرة تسمى بالباريدوليا، وهي ظاهرة نفسية مبنية على الاعتقاد بأن أي مؤثر عشوائي مبهم يقدر يكون مهم وعنده معنى. القسم المسؤول عن التعرف على الوجوه في الدماغ يسمى التلفيف المغزلي، وكيتألف من قسمين. القسم اليساري كيعمل بشكل حدسي سريع، كيحكم من خلاله إذا الشيء المرئي وجه أم لا، بينما القسم اليميني كيعمل بشكل أبطأ وأكثر دقة، إلا أنه كيحتاج مجهود ووقت أكثر. واستطاع الإنسان البدائي تفادي الحيوانات المتوحشة نتيجة هذه الخاصية. فالكائن البشري عنده نوعان من الأخطاء الإحصائية. الخطأ الأول كيتضمن رؤية شيء غير موجود حقيقة، وهذا ما يسمى بالبارانويا أو جنون الشك والاضطهاد. الخطأ الثاني كيتضمن عدم رؤية الشيء الموجود في الحقيقة، وهذا ما يعرف بالغفلان. لهذا كان البشر عرضة للنوع الأول من هذه الأخطاء، وهذا الشيء كان عنده فوائد على الناحية التطورية، فكان من الأفضل للإنسان أنه يتخيل الحيوانات المفترسة ويحتمي منها على أنه يغفل عليها في حال وجودها ويعرض حياته للخطر. وكيتعتبر اختبار هيرمان روشاخ أو ما يعرف ببقعة حبر روشاخ أحد أهم الاختبارات اللي كيمكن من خلالها معرفة مستوى الباراديوليا عند الشخص. وكيتم عرض نماذج مختلفة لبقع الحبر على الشخص، وكيتطلب منه يقول شنو أول شيء كيتبادر للذهن دياله. ولأن بقع الحبر عشوائية وغامضة، فكيفرض الهيكل التفسيري الخاص به الأمر اللي كيكشف على أفكار ومشاعر هذا الشخص، بل حتى على حجم قاعدة البيانات اللي كيستخدمها العقل دياله من خلال الإسقاطات الذاتية على صورة بقعة الحبر. وهذا الاختبار تم إطلاقه لأول مرة عام 1921 من طرف الطبيب النفسي السويسري هيرمان روشاخ، واستخدم منهج بسيط لدراسة الإسقاط، بحيث طلب من بعض الأشخاص يوصفوا داكشي اللي كيشوفوا في عشرات البقاع ديال الحبر مختلفة، منها الأسود والرمادي ومنها اللي بالألوان. وهذا الاختبار حقق شعبية كبيرة في الستينات من القرن الماضي، من اللي تم استخدامه على نطاق واسع لتقييم الإدراك والشخصية وتشخيص بعض الحالات النفسية. نتمنى موضوع اليوم يكون مفيد. ما تنساوش الإعجاب بالفيديو والتعليق، وإذا كانت هذه أول مرة تزوروا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد هادف. شكرا على تتبعكم للفيديو إلى الأخير، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.